Hello, Miss Aisha. Good morning. How are you?
مرحبا أستاذ عائشة، تسمعيني؟ صباح الخير، أسمعك. صباح الخير أستاذة، شلونك؟ إن شاء الله طيبة. طيبة طب حالك؟ والله تعرفين يعني أحيانا من مساوئ التكنولوجيا أنها تأخرنا عن الدخول. نعم، فحين أنا سعيد أنا معكم في اللقاء هذا، وراح نبدأ إن شاء الله مباشرة. إن شاء الله. جاهزين؟ يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أحبتي في هذا اللقاء الجميل واللي بيكون مختلف. فراح نتكلم عن مهارات يعني ممكن تكون جديدة على البعض منا، تتعلق بسوق العمل والتميز في سوق العمل، وأيضا راح نتكلم إحنا إن كيف ممكن نكون مبدعين في مجال عملنا سواء كنا إحنا موظفين أو ريادي أعمال. طبعا تسمعون هالفترة مصطلح معروف له ريادة الأعمال، إنه هو يعني الترند اللي قاعد يصير حاليا. فهذا الأمر يعني يخلينا نشجع إن إحنا نتكلم أكثر عن المهارات مطلوبة سوق العمل، لأنها مهارات أساسية. زين، الكل قاعد يشوف الحين السلايد الأولي اللي هو الإعلان الدورة، الكل قاعد يشوف. ممكن يشاركون بالمايكات عادي، يعني اللي يحب يشارك معي خلينا يتكلم بالمايك ماكو مشكلة، أو بالشات. كل شات شغالة، خلينا نشوف الشات من قاعد يكتب، من قاعد يكتب. نعم، أكل كل قاعد يشوف، واضح، ممتاز. فضيلة، خديجة، عباس، مها، جميل. ما دام واضح أجل نتوكل على يعني على الرحمن ونبدأ. طبعا محاورنا بتكون عن أهمية المهارات الأساسية، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، وفي محاور جديدة مختلفة بتكون كمفاجأة لكم إن شاء الله خلال يعني الدورة. المحاور مثل ما تفضلت بتكون مهارات سوق العمل مع الشهادة الجامعية، أي واحدة فيهم تغلب، المهارات الناعمة والمهارات الصلبة، تفصيل فيها المهارات الأساسية، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، وفي النهاية بيكون في حلقة نقاشية على أساس نسمع آرائكم ونقدر يعني نوصل حق نقاط جميلة. طبعا اي حد ممكن يشارك، بس مجرد رفع اليد وشاركوا بالمايك ماكو اي مشكله. وطبعا الشات بتكون على طول مفتوح، المحادثه بتكون على طول مفتوحه، اساس واحد عنده سؤال، تعليق، ملاحظه اقدر ارد عليه مباشره. انزين، اساس ان احنا نصير فريش من الصبح الساعه 10 الحين. يلا قولوا لي من هالصوره اللي قاعد تشوفونها الحين كم اختلاف ممكن نشوف؟ انا صرت 5، من يغلبني؟ يلا بشوف من يغلبني، اكتبوا لي في الشات او في الصوت ماكو مشكله. يلا وين الاختلافات؟ كم واحد فيك؟ نبغى اكثر واحد يصير اختلافات، يعني ملاحظته بتكون جدا دقيقه، وخليه يتكلم بالمايك عادي ماكو مشكله. يلا خلينا نسمع كم اختلاف صرتوا لنا لحد الحين. خلينا نشوف انا لحظه، 1 2 انا 2. يلا من زاد؟ فضيلة، عباس، عيسى، يلا خلينا نسمع منكم. يفضل تكلمون بالمايك، ما عندي مشكلة، أنا الشات ما أعرف مو قادر أشوفه. فتكلموا بالمايك عادي يعني لو تحبون. أنا أشوف الشات. عائشة صارت 1، أوكي. خلينا نشوف. 1 بس؟ لا في وأكثر ترى. أغششكم؟ يلا خلنا نغششكم، خلنا نشوف قوة ملاحظة واحد فينا هي كثر. انزين، لاحظوا، صتها، لاحظوا الساعة. لاحظوا الساعة، الساعة كانت تبين في اختلاف. شعر الطفلة، دل قالت 4، فاطمة قالت الساعة وشعر الطفلة، منيرة البلوشي شعر الطفلة، حذاء الطويل فاد، فضيلة العباد، كوثر تقول 5، كوثر وصلت ملاك 6، أمل 6، معقولة 6؟ أنا ما وصلت 6 صراحة، غلبتوني فيها، غلبتوني هذه، أنا ما وصلت حدي 4 وتوصلتون 6، ما شاء الله، معناته أن أنتون يعني صحصحين من الصبح وكلكم شاربين كوفي الطاقة. الله، 6. يلا آخر 30 ثانية، الدولار، خليك في الدولار، صدق غلط، دولار، الحصالة، صح، 5 و10، الحصالة هاي فيها ربية، هاي ما فيها ربية. زين شوفوا شعر الجاهله بعد مسوي عليها عجله، عجله يسمونها.
ايوه القلم، القلم بعد ممتاز. كلكم صحصحين، كلكم معاي على الخط البوت قلم، الكل قال القلم. ادم، فاطمه، خليفه، فضيله، زينب، يعقوب، دولار، بعد كان صوب الساعه. ممتازين كلكم، ممتازين، مشاركتكم قيمه. صحصحين فضيله؟ اي والله مصحصحين. زين في تمرين ثاني بعد الحين نحتاج ان احنا الكل يشارك فيه. نبي نعرف معلومه جديده عن كل واحد فينا، معلومه جديده ممكن تكون غريبه، ممكن تكون مضحكه، اي معلومه انها بتكون مثيره للاهتمام حق الحاضرين. مثلا الاخ اللي موجود اسمه جاك، موجود في الصوره، يقول انه هو يحب يحط حذاءه لما يكون نايم، شيء غريب. انزين انا على سبيل المثال ما اقدر انام الا اذا كان يعني المصباح البيجوره شغاله، ما احب الظلمه. ما ادري هذا عيب هذا، بس تعودت على هاي الشيء. زين من فيكم بعد عنده عاده غريبه، شيء يحب يشاركنا فيه قبل ما نبدا؟ يلا خلينا نسمع منكم سواء على الشات او على الميكروفون، وبنسمع جدي شيء غريب جديد. يلا انا فجأتك قاعد ثلاثة تكلموا. عند مو شرط عند النوم، يعني اي وقت القراءة احب ادرس في الاصوات. تعجب تقول يعني ما تقدر تدرسين بالهدوء؟ هاي معلومة حلوة. طبعا هاي التمرين بيكون وراه هدف واقول لكم عنه بعد شوي، بس اول شيء خلينا نسمع منكم يعني الاشياء الغريبة او المعلومات اللي احنا ما نعرفها عنكم. احنا نعرف يمكن اسماءكم مثل ما هي ظاهرة، بس ما نعرف معلومات يعني تكون يعني شوي سبيسيفيك او يونيك في كل شخص فينا. دائما احنا اسئله الامتحان ناخذ ورقه ثم اقلبها ثم اللي قبلها الامتحان. هاي طبع فيني انا بعد. ندى تقول لازم فضيله، لازم مفكرتي تحتي اسمه مفكره افكار. اوه يعني ساعات هي تنام فضيله جهه افكار كذي جهنميه وهي نايمه، فتقعد تكتب الافكار في المذكره هذه. امل ما تحب تطبخ، واحد موجود معها في المطبخ، معناته ان هي طبخاتها خطيره، ما تبي تشوف الوصفات. انزين اوكي اقتني مكتب اشياء قديمه. خليل، واو شيء جميل. اشغل التلفزيون نقوم الى الليل او الليل نوره، شنو يعني شغل التلفزيون؟ بس عجبتني انا امل، انا ما تحب تطبخ ودا احد وياها، يعني نقول خلطه كي اف سي بتسوي. انزين فضيله عند النوم، خلينا نشوف. احلام يجيني احساس قبل النوم ان قلبي يوقف ويموت واظني خايف. لا اله الا الله، اقراي المعوذات يا احلام. يلا بعد اخر مشاركتين، يلا اخر مشاركتين وننتقل. يلا اخر مشاركتين. شنو في الرسم؟ المستشار محمود رسم، عباس طبعا احمد قلم، نوره تلفزيون شغال على طول اشوف ولا لا؟ هاي والله العاده صدق فينا كنا دي العاده، ما اعرف ليش ما نحب نقعد في مكان والتلفزيون يكون مسكر، ما ادري. فضيله سن الافكار ودتني في الليل، ممتاز، كلكم مشاركتكم قيمه وممتازه في هذا النشاط. طبعا هاي بيكون وراء هدف، راح لما شوي نتقدم في المحاضره راح اقول لكم الهدف من النشاط هذا شنو بالضبط، فتذكروا جيدا، نذكر هذا النشاط جيدا. زين طبعا انا سالت متابعيني في الانستغرام هذا السؤال، هل تعرفون ما هي اهم المهارات المطلوبه في سوق العمل اليوم؟ 60% قالوا لا ما نعرف شو المهارات المطلوبه، 40% قالوا نعم. زين الحين سؤالي لكم، هل تعرفون شو المهارات المطلوبه في سوق العمل اليوم؟ خلينا نقارن اجابتكم باجاباتهم. ما حد يتكلم بالصوت؟ تاجب تقول مهارات البيع، غير مهارات البيع، مهارات سوق العمل، مهارات الكمبيوتر. زين اجابه زينه، نرجع عليها مهارات الكمبيوتر نعتبرها بعدين اي مهاره، هي مهاره صلبه او مهاره اللغه؟ اوكي بعد ممتاز اتخاذ القرار. زين لا تقولوا لي المهارات الحين شنو، قولوا نعرف ولا ما نعرف، نعم ولا لا تكون الاجابه. اتصال جيد، نعم 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 نعم، نحب هوا الديره، الكل قال نعم. زين اكا اجابات اغلبها مها نعم، فن التحدث، خليفه،
نادي عبيد، نعم زين الغالبية يعرفون. حلو، خلينا نشوف السؤال الثاني. زين، هل تدركون معنى الذكاء العاطفي؟ هل عندكم إحاطة بهذا المعنى؟ شنو معنى الذكاء العاطفي؟ ولا ما نعرف شنو معناته؟ يلا خلينا نقفل الشات. ما تكلمون بالمايك، مو أسهل لكم؟ أريح. زين نشوف الشات. خلود إي الخليفة، لا خلود إي فضيلة أعرف. أوكي، سطع المشاكر يمكن، مشاعر يمكن، أحلام، نعم فيها جانب من هذا. إنزين، نعم دعم ذكاء التحكم بالمشاعر، جميل جميل. في يعني زينب تقول نعم، معناته أن يعني أشوف أن في إحاطة كبيرة بالمصطلح هذا. متابعين طبعا يعني 80 بما قالوا نعم يعرفونه، 30 قالوا لا. طبعا أشكنا بالإحصائية هاي، ما عرفنا صدقهم يعرفون معنى الحقيقي ولا فقط ظنوا أن هذا هو المعنى ذكاء العاطفي. إنزين، وصلنا حق السؤال المهم. حاليا في سوق العمل ايما اهم، الشهاده الجامعيه او المهارات الاساسيه؟ حاليا خلال اكيد خبرتكم اللي تسمعونه، لما يكون في موظفين اثنين تمام والاثنين خريجين من نفس الجامعه، لما يروح على الوظيفه بينظرون لشنو بالضبط؟ هل ينظرون الجي بي اي المعدل الدراسي، ولا في امور ثانيه ينظرون اليها؟ يلا خلينا نسمع اجابتكم. يفضل بالمايك اللي يحب، ان الشات لازم انا اسكر افتح مره اشوف اللي كتبت في الشات. درجات الخبره الخليفه، الكل كاتب الخبره خبره الخبره خبره. انزين انا اختلف معكم شوي. شخصيه وثقه بالنفس، اوكي زين. خلنا نحصر إجابتنا في هالأمرين، الواسطة فاطمة. زين، خلنا نحصر إجابتنا في هالأمرين، هل الشهادة الجامعية أو المهارات الأساسية؟ هالأمرين فقط، ما نزيد، هالأمرين بس، الشهادة الجامعية ولا المهارات الأساسية؟ خلنا نسمع. يعني اختاروا واحد من هالاثنين. أيوة المهارات. إيه، أنا بعد عندي إجابة ثانية. اوكي زين، ما حد يقول مثلا الشهاده والله اهم من المهارات؟ ما سمعنا احد قال الشهاده، الكل قاعد يقول مهارات، ومتى قلت لي الخبره؟ يعتمد على المؤسسه، ايدينا تصفق مع بعض، الشهاده اهم. ساره خلفان، احمد مرهون يقول مهارات الدرجه الاولى، انا اكتب ما يبين الشهاده دل دل دل. منيره البلوشي، وراح اكتسب مهاره مع الوقت. اوكي أحلام تقول الشهادة أتوقع، جميل. إنزين طبعا الكلام هذا كان فيه أخذ رد. سهيلة الشهادة أهم، بس في كثير معهم شهادة وما عندهم مهارات. فركزي على هذه الجملة، كثير عندهم شهادة لكن ما عندهم شنو؟ مهارات. المستشار يقول الشهادة دائما سلاح الاثنين، جميل جميل، كل إجابات صحيحة. بس خلينا الحين ندخل شوي على قولتهم ديب أعمق، أساس نعرف شنو الإجابة الصح. طبعا اكيد سمعتون انتم عن بيل جيتس وستيف جوبز ومارك زوكربيرج، هاي الاسماء طويل. انزين هالثلاثه من كبار ريادي الاعمال، او من خلينا نقول اول شيء اغنياء، ثانيا من كبار ريادي الاعمال الموجودين في العالم، ايش رايكم ان هالثلاثه ما كملوا جامعه؟ طبعا مارك كمل جامعه بعد 12 سنه، يعني كملها بعد يعني كشيء شرفي، يعني مو لانه يعني اساس يشتغل فيه، واشتغل وخلص بدون شهاده. ستيفن جوبز طبعا دخل جامعه هارفورد لمده سنتين وما كمل، نفس الشيء ينطبق على بيل جيتس. زين هذول الاغنياء ريادي الاعمال ما كان عندهم شهاده جامعيه، لكن شنو كان عندهم؟ عندهم مهارات سوق العمل، عندهم السوفت سكيلز قوي، وعندهم الهارد سكيلز جدا قوي، المهارات الناعمه والمهارات الصلبه. حفظوا هالمصطلحين، المهارات الناعمه والمهارات الصلبه. في المقابل في آلاف أو ملايين يعني الناس تخرجوا من الجامعات، لكن مع ذلك أنهم ما يعني خلينا نقول وصلوا لنصف اللي حققه هذول الأحبة موجودين. أكيد هذا الموضوع ليه يعني شجون، خلينا نفكر
في المسألة بشكل أكبر. التوظيف يريدون مهارات أهم. جميل. إنزين. حالياً لما بتلاحظون في سوق العمل في اشتراط، طبعاً هاي الكلام قاله حتى ترامب للرئيس الأمريكي السابق لما سمع أحد خطبه تكلم على هذه المسألة، على المهارات الناعمة. في سوق العمل الحالي يحتاج الفرد إلى على الأقل 85% من المهارات الناعمة أو soft skills على أساس يقدر يندمج في سوق العمل. تمام؟ طبعاً إحنا لما نتكلم عن مهارات الناعمة شو نقصد؟ نقصد التواصل، التفاوض، التأقلم، المرونة، تنظيم، التعاون، تفكير الناقد، إدارة الأزمات والرغبة في التعلم. كل هاي المهارات لما نجمعهم مع بعض، طبعاً في مهارات أكثر إدارة الوقت وغيرها، نجمعهم مع بعض يشكل لنا شيء اسمه المهارات الناعمة أو soft skills. طبعاً في موقع اسمه مونستر للتوظيف تكلموا عن أهم 5 مهارات ناعمة يحتاجها المدير. يعني لما تدخل مقابلة المدير يسألك هذه الأسئلة أو يعني خلنا نقول يبحث عن هاي المهارات أنها تكون عندك. طبعاً أول شيء اللي هو القدرة على حل المشاكل والانتباه للتفاصيل اللي هو إحنا نسميه detail oriented أو شنو أو critical thinking. إضافة لاستخدام مايكروسوفت في كفاءة هو استخدام الكمبيوتر، أن أنت تكون يعني فنان على الكمبيوتر. بالإضافة عندك مهارات communication skills كتابية verbally أو written أو verbally، يعني عندك يعني مهارات كتابية أو عفواً مهارات تواصل سواء على المستوى الكتابي أو الشفهي، وعندك أيضاً مهارات التسويق. فهي 5 مهارات أساسية غالباً لا تدرس في الجامعات، غالباً لا تدرس في الجامعات. إحنا لما نروح إحنا الجامعة شو ندرس؟ ندرس مثلاً بزنس، ندرس حقوق، ندرس accounting، بس ما راح يعلمونا بشكل تفصيلي عن مهارة التواصل كتابي أو الشفهي، يمكن تكون مادة أو مادتين، أو ما راح يعلمونا مثلاً عن المهارات القيادية، التأقلم، المرونة، التنظيم، التعاون، تفكير الناقد، لا ما راح يكون موجود. هاي المهارات لازم تكتسبها أنت خلال خبرتك أول شيء. الشيء الثاني لازم تكتسبها من خلال رغبتك في التعلم، إن أنت تبحث شنو حالياً المهارات المطلوبة في سوق العمل، وعلى ضوء تكون عندي هذه المهارات. يعني أحبتي أنا شفت طبعاً في مقابلات وزارة العمل، أنا كنت جزء من مقابلات في عملية التوظيف، فلاحظت أن ترى ممكن يجينا شخصين يحملون نفس المؤهل، لكن الشخص اللي يحمل مهارات أساسية دائماً ينتصر أو دائماً يكون الخيار الأفضل من الشخص الآخر، وإن كان الشخص السابق الجي بي إيه ماله أعلى. ترى ما له علاقة أبداً، ما له شغل. المقابلة وطريقته وأسلوبه هو اللي يحدد إنه يتوظف الشخص ولا لا، مو بالضرورة يكون الجي بي إيه أو المعدل الجامعي. طبعاً إحنا في أي أحد منكم يعرف شو معنات مهارات صلب ومهارات الناعمة؟ عنده فكرة عن الفرق بين الاثنين؟ خلنا نسمع إجابتكم. soft skills و hard skills، أي أحد منا عنده المعلومة أو فرق بين الأمرين هذول؟ في question؟ أوكي. توظيف يريد مهارات أهم، مهارات صلبة يمكن الشهادة، مهارات تصريح نجاحي. نعم، مو الشهادة، الأشياء بعطيش التعريف عليه شوي، ما عليه. كوثر، أتوقع مهارات صلبة اللي تريدها الوظيفة. أوكي. سوفت، مهارات حياتية. هارد، مهارات تقنية تخصصية. حوراء. زينب، يعقوب يوسف، مهارات الصلبة مثل برمجة الكمبيوتر. خليل، هارد سكاي، عملية. أوكي. مهارات هارد سكاي عملية، ما فهمت شوي الجملة. عباس، مهارات الصلبة هي الشهادة. إنزين، خلينا نشوف هل كلامنا صح ولا لا. سهيلة، مهارات ناعمة هي المهارات والقدرات على تحديد سلوك وشكل علاقات مع الآخرين. مية 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 يا سهيلة، صحيح. إنزين، شوف الحين إجابة المهارات الناعمة شنو هي؟ هي المهارات والقدرات يمتلكها الفرد وتساهم في تطوير نجاح المؤسسة ينتمي إليها. يعني خاصة المؤسسات تتعامل مع الجمهور وجها لوجه، علاقة المهارات التعامل فعال وتكوين علاقات مع الآخرين. يعني soft skills، يعني مثل ما قلنا قبل شوي، متعلقة بالcommunication skills اللي هو التواصل الفعال، إدارة الوقت، القيادة، التفكير الناقد، واضح؟ إدارة الفريق، كل هاي المهارات تعتبر مهارات ناعمة، يعني مهارات يحتاجها أي شخص بيكون يعمل في وظيفة أو حتى رائد عمل. مهارات أساسية أو مهارات ناعمة لازم تكون متوفرة فينا كمهارات، سواء أنا اليوم أحمد معاكم اشتغلت في معهد دناين أو اشتغلت في مكان ثاني،
لازم أكون أحمل هذه المهارات. لازم المهارات هذه ما لها علاقة في مكان الوظيفة، سواء كانت في مجال الحقوق، مجال الطب، لا، المهارات لازم تكون موجودة عندي، لأنها مهارات أساسية تتعلق بالتعامل مع الآخرين، بإدارة الخلافات، بإدارة الوقت. فلازم تكون المهارات هذه موجودة عندي في كل الأحوال. زين، شنو المهارات الصلبة؟ المهارات الصلبة طبعاً هي المهارات التي تتسم بثبات قواعدها وبنيتها الأساسية. يعني شنو؟ يعني مثل المحاسبة أو اللغات. يعني مثلاً المحاسبة ما أقدر أغير قواعدها، يعني مو معقولة ديبت وكريدت في معهد داناين يكون مختلف عن ديبت وكريدت في شركة ثانية، قاعدة ثابتة. أو اللغة، معناته أن اللغة الإنجليزية تكون مثلاً في معهد داناين مختلفة عن اللغة الإنجليزية في مكان آخر، لا، مهارة صلبة، مهارة ثابتة لا تتغير، يعني ما راح تتغير على حسب الظروف، العوامل، مثل الرياضيات، مثل اللغة العربية، مثل المحاسبة. مهارات ثابتة، إنزين، لها قواعد، لها بنية أساسية لا يمكن تغييرها. أو مثل حتى برمجة الكمبيوتر، يعني مو بشيء إن أنا أقدر مثلا أتلاعب فيه، أو شيء سوفت مثل المهارات الناعمة لممكن تطوع في المكان اللي أنا موجود فيه. مهارات الصلبة مهارات ثابتة ولها قواعد أساسية. واضحة الفكرة؟ زين. طبعاً هذا مثال أحبتي على الفرق بين الاثنين، بين hard skills المهارات الصلبة، soft skills المهارات الناعمة. soft skills مثلاً شنو؟ يعني problem solving بالعمالة اللي كاتبين باللغة الإنجليزية على أساس إن إحنا نحفظهم. problem solving يعني إيش؟ يعني حل المشكلات. هاي طبعاً مهارة ممتازة. ستوري تيلينج، كيف أنا أقول للآخرين قصص، هاي يساعد الناس يشتغلون في قطاع المبيعات أو customer service. collaboration شنو معناته؟ يعني التعاون، كيف أقدر أتعاون مع الآخرين موجودين عندي. communication تواصل، كيف أقدر أتواصل معاكم بشكل فعال، لغتي تكون واضحة، لغة الجسد تكون واضحة، كلامي يكون واضح. وأيضا creativity اللي هو الإبداع، كيف يكون عندي إبداع. إن حين مثلا حي فترة الكورونا مطاعم على سبيل المثال سكرت قبل فترة داخل المطاعم، لكن لاحظنا أن أغلب المطاعم صار عندها نوع من الإبداع، قاموا يشوفون مساحات فاضية خارج المطعم، عملوا لهم نفس يعرفون نفس المظلات، حطوا مصابيح جميلة، جو حلو، فصار في كريتيفيتي، صار في إبداع، تغيير. برغم أن الوضع صعب لكن حاولوا أن يبدعون في هذه المسألة. زين، نروح حق النقيض، hard skills. شنو يعني؟ يعني subject matter expectorates، يعني شنو؟ يعني الإنسان المتخصص في مواد معينة، مدرس لغة عربية، رياضيات، لغة إنجليزية، محاسبة، هاي المواد اللي لها قواعد صلبة، لها قواعد ثابتة ما تتغير. مثلاً data technical skills اللي هو إدارة البيانات، أيضاً مثل الرياضيات والإحصائيات، تمام؟ هاي كلها مواد، يعني مواد خلينا نقول لها قواعد ثابتة أو قواعد صلبة ما ممكن تغييرها. زين، صار واضح الحين أحبتي بين الأمرين، بين الفرق بين المهارات الصلبة والمهارات الناعمة. خلنا نشوف الشات إذا حد كتب شيء. أيوة، المهارات الناعمة هي السلوكية صلبة. إنزين، إذا واضحة عجل أعطوني أمثلة على المهارات الناعمة والمهارات الصلبة. يلا خلنا نشوف مثالين على كل مهارة عشان نتأكد نحن عرفنا الفرق بينهم. يلا فضيلة أعطيني اثنين من كل نوع. وظيفتي محاسبة، جميل. فتي وظيفتش من المهارات الصلبة، ممتاز. حوارات تقول نعم إدارة الوقت وصل برنامج رسم 3D Max مثلاً، نعم يحتاج. لا، ما نقدر نقول نعم الأمور غير ثابتة، لا، ممكن نحددها أنه ممكن تطوع في الشركة. يعني مثلاً الكوميونيكيشن سكيلز، مهارة التواصل، مهارة ثابتة، لكن ممكن كل شركة وطريقتها تطوع هاي المهارة اللي في خدمة الشركة. يعني مثلاً communication skills تبع شركة طلبات، تواصل، كيف تواصل بالهاتف، لا، متواصل بالإنترنت وغيره،
يختلف يمكن على الكوميونيكيشن سكيلز مال محل ملابس مثلا، تطوع المهاره هذه لخدمه الشركه. اوكي، في اداره الجماعه خلود، اداره منزل وطبق تسويق كوثر، هنا نعت الحل مشكله التواصل المهارات صلبه. ممتاز، معناته الاغلبيه فاهمه المقصد بين او الكل فاهم الفرق بين الاثنين. جميل جميل جدا. انزين، هاي خلصنا منه. فالحين بندخل احنا عن شيء اهم، لو المهارات مطلوبه في سوق العمل اليوم. تكلمنا احنا عن المهارات الناعمه، عن المهارات الصلبه، الحين في مهارات اللي هي طبعا منبثقه من الاثنين مطلوبه في سوق العمل اليوم بشكل كبير جدا. فاي احد عنده اخ اخيت هو مثلا يشتغل، هو يحب يكون ريادي اعمال، لازم هالمهارات تكون موجوده عنده في حياته، لازم على اساس انه يكون ناجح في وظيفته او في البزنس ماله. لهاي الوظائف، يلا خلينا نشوف اذا تعرفون معانيهم المصطلحات هذه. شنو معنات ليدرشيب؟ يلا خلينا نسمع، نروح واحده واحده على اساس نتاكد من المعاني. ليدرشيب شنو معناتها؟ يلا من يكتب اول واحد، من اسرع واحد بيجاوب. قياده حوراء، ممتاز. انزين، انالايزنج، يلا انالايزنج شو معناتها؟ أمل قيادة، تحليل حوراء، ندى، أمل، ممتاز. إنزين، نيجوشيشن، إيش معناتها؟ مناقشة أو تفاوض، مفاوضة، ندى وأحلام. أوكي، عباس، نعم، مفاوضات، جميل، جميل، ممتاز. إنزين، خلنا بعد نشوف decision making. زين، كونفيدنس، هاي سهله عاد، هاي جدا سهله، سيلف كونفيدنس سهله. اوكي جميل. زين، اخر واحده جول اورينتد، يعني شنو جول اورينتد؟ ايه الاهداف، شنو فيها الاهداف؟ توجه نحو الهدف، صح وراء، نعم، تحقيق الاهداف، ابتسام، ملاك هدف تركيزي. اوكي سهلين صح. انزين، كل هذه المهارات اللي احنا ذكرناهم. زين يلا بعدها كافي واحده ما انتبهت لها، انوفيشن شنو معناتها؟ يلا اللي بيقولها اول واحد حصل علامه الكامله. لا هذيك اورجانيزيشن، الابتكار، عديله، واو ممتاز، ساره خلفان ابتكار. عباس هذيك الموتيفيشن، انا كان سؤالي عن انوفيشن. ملاك ابتكار، ممتاز، يعني اعتقد الكل عارف شنو معنات الاجابه الصحيحه. احسنتم، ابدعتون. ممكن تصورون حتى الشاشه اذا تحبون على اساس انها تكون عندكم المعلومات هذه دائما ثابته، تذكرونها ان هذه المهارات المطلوبه اليوم في سوق العمل، انه لازم لما احنا ندخل مقابله عمل تكون عندنا احاطه بهاي المهارات، ونقدر نتكلم عن نفسنا نحمل هذه المهارات على اساس تكون عمليه توظيفنا او حتى بناء للمشروع المستقبلي احسن وافضل. طبعا الحين لما نقول مهارات التواصل، الحين خلينا نتكلم عنهم شوي بشكل تفصيلي اكثر. طبعا مهارات التواصل معروفه ان هي مهاره التعامل مع القيادين والزملاء في العمل بلطف، كذلك التعامل مع الجمهور المستفيدين احسن ولا باقة. طبعا من اسمها معروف يعني شنو المعنى، ان احنا كيف ممكن نتعامل مع الاخرين بشكل لطيف، توصل لهم المعلومه، نقدر نسمعهم، نقدر نتكلم معهم بشكل طلق، نقدر على اعطاء تغيير راجع فيدباك، يعني مثلا نقدر نعطيهم عن نعبر عن ارائنا بشكل طبيعي جدا. كيف ممكن نكون ايضا علاقات اجتماعيه ناجحه، كيف ممكن نحفزهم. كل هاي المهارات لما تشتغل مع بعض تصير مهارات التواصل، تمام؟ اللي هي تشمل على ايش مره ثانيه؟ الاصغاء، الاستماع، تحدث، تكوين علاقات اجتماعيه ناجحه، قدره على تحفيز الاخرين، مهارات التواصل. متعمد خليتها اول مهاره لان هذه اهم مهاره. اذا ما كان عندنا مهاره التواصل بشكل جيد فما راح نقدر نبدع في شغلنا او في مشروعنا. هذه المهاره رقم واحد بلا منازع. مهاره العمل ضمن الفريق بعد مهاره مهمه.
ان كيف ان انا اقدر اشتغل مع فريق مختلف. يمكن اشتغل في شركه فيها اقسام مختلفه، فيها الاكاونت، فيها الاتش ار، فيها التسويق، فيها الادمنستريشن. لازم يكون عندي مهاره كيف اقدر اشتغل مع هذول الاقسام كلها مع بعض، ما يكون في حساسيات، ما يكون في اختلافات. ممكن نختلف نعم، بس كيف ادير الاختلاف هذا؟ كيف ممكن اتعاون معاهم؟ كيف ممكن انا كفريق انزين اوصل حق اهدافي؟ طبعا هاي المهاره مهمه لدرجه ان الحين المعاهد قاعده تقدم شيء اسمه التيم بيلدينج، اللي هو تاخذ تتواصل مع الشركات، تاخذ الموظفين مثلا في رحله يشتغلون مع بعض، يلعبون مع بعض، بحيث يكون عندهم مهاره الفريق تيم بيلدينج. فمهاره ايضا مهمه. مهاره التفكير الناقد، هاي المهاره اللي حاليا هي اعتقد الكارت الرابح عند اي شخص، ان كيف ان انت ممكن يعني تصدر احكام على اعمال معينه، او انت تستنتج حلول افكار الخلاقه. ثم قلت لكم الحين لما صارت ازمه الكورونا كيف ان بعض المطاعم قدروا يستفيدون من الازمه بتاسيس شيء جميل، شيء يعني اضاف لهم مصدر مبيعات اكثر من السابق. كيف ممكن نفكر خارج الصندوق؟ احنا ساعات لما نكون محصورين في وظيفه او غيرها كل تفكيرنا يكون فقط خلال المكان احنا فيه، ما نفكر out of the blue أو out of the box، ما نفكر خارج الصندوق اللي احنا موجودين فيه. وأيضا لازم يكون عندنا نقد بناء، كيف أنقد لكن بأدب وبشيء يعني نقد بناء جدا، حيث أنه ما يكون نقد لأجل النقد بل يكون نقد لأجل التطوير. ولازم يكون عندنا طريقة أن احنا نولد أفكار، كل ما قدرنا يكون عندنا إبداع في توليد الأفكار كل ما كانت مهارة التفكير الناقد متطورة بشكل أكبر. يعني في مهارتين حاليتين ايضا مهمتين، مهاره الاحتراف ان كيف ممكن احنا نستفيد من التكنولوجيا موجوده عندنا. طبعا تعرفون حاليا كل شيء بالتكنولوجيا، كل شيء بالكمبيوتر، فلازم هالمهارات تكون ايضا متطوره وتواكب الحدث موجوده عندنا. يعني لازم يكون عندنا كل رغبه في التعلم، نبي نتعلم، نبي نتطور، ندخل دورات، نبي ندخل محاضرات ونبحث عن معلومات. ايضا مهاره الاحتراف، مهاره التفاوض طبعا من اسمها يعني واضح لنا احنا نقدر كيف نتفاوض مع الاخرين، ان احنا نشرح لهم افكارنا ومشاريعنا بصوره مقبوله. وايضا ان كيف اقدر اقنع فكرتي، كيف اقدر اسوي مثلا برزنتيشن واقدر اشرح لك يعني تفاصيل، ان اعطيك مهارات عرض وتقديم. فكل هاي المهارات يعني تعتبر مهارات التفاوض، اللي هي مثل ما قلنا كملخص القدره على اقناع، العرض والتقديم، قدره على التفاوض. الحين وصلنا حق مربط الفرس، هو الحسم واتخاذ القرار ايضا من المهارات المهمه. بس قبلها انا عندي سؤال لكم، من فينا يعاني من مشكله في اتخاذ القرار؟ يعني لما في شيء في اتخاذ قرار عاده احنا نتردد فيه، من فيكم عنده مشكله في هذه المساله اتخاذ القرار؟ يلا ما حد يحب يتكلم من المايك، اسمع اصواتكم، شاركونا زين. نشوف الشات، مويد انا اتردد، خلود، عباس انا عندي سرعه اتخاذ قرارات، زينب مشكله نسوي العمل الرئيس او المدير، احمد مرهون، خلود الغير اللي تناسبني، مرات دل خليل تردد، احمد مرهون لابد من الرجوع، تمام زين. خلينا نشوف متابعين شنو قالوا. ايضا سالتهم انا هذا السؤال، طبعا كان نسبه 60% قالوا نعم عندنا مشكله في اتخاذ القرار، 40 قالوا ما عندنا مشكله في اتخاذ القرار. طبعا هاي شيء طبيعي جدا. زين هاي السؤال المهم، هل اتخاذ القرار يؤثر على مصير الانسان وسعادته؟ يعني حين انا اليوم لما اتخذ قرار بيأثر هذا على مصيري وسعادتي في الحياه؟ من يتفق؟ الشات ولع، الشات ولع، خلينا نشوف اكو وصل 10 مشاركات. على حسب الشخصيه اكيد كوثر تقول لا، ملاك على حسب الشخصيات الفرد. خليني اعيد السؤال مره ثانيه، انا لما اخذ قرار اليوم اتخذ قرار الحين بيأثر على سعادتي مستقبلا او بيأثر على مصيري؟ خلود تقول لا. اوكي على حسب القرار، مين اللي قال حسب القرار؟ سهيله، اوكي احلام نعم
يعتمد كوثر، صار يمشي سريع الجهد. ابتسام نعم يؤثر على مستوى الإنسان على المستوى البعيد أو القريب، أنا ضفت عليها وأيضا القريب ابتسام. بس شنو الحلو؟ المجازفة بالموضوع ملاك خليل. نعم ما الأحسن أو الأسوأ؟ نعم والمحيطين بك أيضا. جميل جميل، مشاركات رائعة. زين أنا إجابتي بصراحة، خلينا نشوف المتابعين شنو قالوا وبقول لكم إجابتي. أوكي، المتابعين قالوا 70%، قالوا نعم إن يأثر على حياتنا أو على مصيرنا اتخاذ القرار إحنا اليوم اللي نتخذه. لا قالوا 20%، قالوا لا لا أدري، قالوا 10. أنا بصراحة أميل حق الإجابة نعم، أكيد يعني اتخاذ القرار أكيد يأثر على مصيري وعلى سعادتي حتى لو كان قرار بسيط. بعطيكم مثال، حلو اتخذ قرار أنا مثلا أسجل في نادي صحي، قرار بسيط جدا بس القرار هذا له توابع لو أفكر فيه على المدى الطويل، أكيد بيأثر على سعادتي لما يكون مثلاً جسم صحي وشكل صحي، أكيد بيأثر على سعادتي ونفسيتي بشكل كبير. وأيضاً قرار آخر لما أبدأ مثلاً بالتدخين، أوكي قرار أكيد يأثر على صحتي ومصيري وسعادتي مستقبلاً، واضح؟ فحتى القرارات الصغيرة أيضاً تأثر على سعادة الإنسان ومصيره. إنزين إحنا كلنا نقول قرار قرار قرار، شنو معنى اتخاذ القرار؟ شنو نقصد بهاي الكلمة؟ معنى اتخاذ القرار شنو في بالكم هو؟ خلينا نسمع أول إجابة. بنجاوب 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 بنجاوب. الشرع في عمل ما تحسب موضوع تثبت ونجزم على العمل. الحاسم ملاك تقول تحديد خيار بين خيارات متاحة. من اللي غش من الشاشة؟ أي حوراء شفتين الشاشة؟ إنزين ابتسام تحديد مواعيد من الخيارات. اوكي لان اعتقد الشاشه طلعت فشفتون الاجابه. فعلا هو اتخاذ القرار هو اختيار من بدائل تحقيق هدف معين، ان يكون عندي اوبشنز، يكون عندي بدائل كثيره منها اختار بعدين اتخذ القرار. يعني المساله تكون بنفس الصوره هذه، عندي خيارات مثلا خلينا على سبيل المثال عندنا احنا عيالنا يبغوا يدرسون في الجامعه، فاذا كان عنده خيار واحد مثلا جامعه البحرين فقط خلاص القرار محسوم، قرار محسوم عنده بعثة القرار محسوم، بس عنده يدرس في البحرين، يدرس في الصين، يدرس في أمريكا، يدرس في لندن، أوكي خيارات واجد. بعدين لازم يتخذ القرار يحسم الموضوع وصولا لازم يأخذ الهدف اللي هو يبيه، أوكي فالقرار لازم يكون مربوط بشكل جذري بشكل كبير مع أهدافنا الحياتية على أساس يكون قرار صحيح. تكون هالمسألة يعني حين واحد مثلا يبي يدرس خلينا نقول كمبيوتر، يخلي خيارات قدامه، جامعة البحرين، جامعة الشارقة، جامعة دبي، جامعة الكويت، خيارات، أوكي؟ وهدفه كمبيوتر، لازم يعرف شنو هدفه على ضوءه يختار أو يقر بالقرار أو يقرر القرار اللي هو يبي، واضح؟ فالخيارات المتاحة عنده هي اللي بتقوده إلى الهدف، فلازم يعرف الهدف، إذا ما عرف شنو هدفه من القرار راح يكون مشتت، القرار ما راح يكون صحيح. اوكي العمليه تكون بهالشكل، نعرف شنو هدفنا من اتخاذ القرار على اساس نقدر ناخذ القرار هذا. انا بسجل في جيم رياضي، خلي عندي مجموعه جيمات، انا بعرف شنو هدفي، هل هدفي انه انا اكبر عضلات، اضعف، العب العاب قتاليه، لا عندي هدف معين على ضوءه اختار يعني من هالخيارات الموجوده عندي القرار واطبقه بهالشكل. وطبعا في مبدا مهم ان كل ما زرت البدائل تحسن القرار، كل ما كان عندي بدائل كثيره كل ما كان قراري افضل، اوكي لان بقدر اقارن لا جامعه بحرين ولا جامعه ام اي الاهليه ولا اوكي فهمتون الفكره؟ لا فكل ما عندي انا افكار او عندي خيارات اكثر كل ما قدرت اقارن فالخيار يكون احسن واقوى وافضل وصولا للهدف. خيارات قرار هدف، لازم القرار يمشي بهذه الخطوات الثلاث. جميل. زين هذه عاد اللعبة تحتاج مايك، من فيكم ممكن يشارك بالمايك وياي؟ خلينا نقول لحد الحين ما حد شارك بالمايك، غريبة. يعني من فيكم بيكون أول مشارك؟ نحتاج واحد يشارك بالمايك. يلا يا أحلام، عباس، حوراء،
مهارات تدريب نجاحي. يلا بمشاركة بالمايك، لعبة جدا بسيطة. اللعبة هي شنو؟ أو التمرين، إن أنت طبعا هاي يتعلق بمهارة مهمة بعد بتكلم عنها، إن أنت دخلت في مصعد تمام مع مدير كبير في أحد الشركات، لازم تقنع هذا الشخص في توظيفك بالعربي بتوظيفك خلال 30 ثانية فقط. شو راح تقول؟ ركبتين المصعد وكان معاش مثلا وزير الفلاني في المصعد، معاش سي او الفلاني، تبي تقنعينه بتوظيفك، عندك بس 30 سكند، توف الطابق الاول بروح والطابق السادس. اوكي شو راح تقولين له؟ شلون راح تفتحين يا الموضوع؟ يلا خلينا نشوف مين بيشارك. لما نشوف احلى مشاركه شارك بالعربي بالملاك عادي. عباس شارك بالمايك، عباس خلينا نسمع اسلوبكم شلون بتبداون معاه. يلا 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 انا ابي اشوف مشاركات، نبي نشوف مشاركات بالمايك. هاي تمرين مو موصل المايك. اوكي سهيله بقول لها وقفني. ما في خيار المايك. زين لحظه بس. مادونا if you are here can you just allow them to use the microphone. او استاذه ايمان يلا بشغل لكم انا المايك ثواني اشوف اتاكد المايكات تشتغل ولا لا. Ahmed, would you like to enable? Yes. Yes, just turn on the mics so they can speak, please. Yeah, anyone in specific you'd like? Yes, just make it open, make the mic open, all of them. I have to promote them to panelists. Mm-hmm. Exactly. Just give it to me. So. يلا بشغل الحين المايكات خلينا نسمع. يلا مايكات تكون شغالة الحين. اوكي. I don't want to talk. يلا. من حبي يتكلم؟ يلا. اكو فتحت لكم المايكات لكم جميعا، فلي حبي يتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا. سؤال الثانية عندك خليني انا اسجل. اوكي يلا قبل عشان قبل ما تبدا عزيزي دقيقه. اوكي اوكي لحظه خليني بس اسجل التوقيت نوقف نشوف اللي بيسويها قبل انتهاء 30 ثانيه بكل جائزه بيعطونا اكيد مركز الرفاع ما بيقصرون وياه. نبدا الحين بسم الله. يلا ستارت. بسم الله بد. اوكي عشان اقنع المدير اقول له انا متحمس للشغله وانا حاب الشغله. اوكي وصل كمل. الكلام كمل عشان في ثلاث ثواني. يعني انا متحمس للشغله وحاب منها وعندي مهارات اجيد الشغله، بس هاي اللي اقدر اقوله. اوكي ان انت متحمس للشغله وعندك مهارات ان انت تجيد الشغله، يعني تقريبا قلته almost في 25 سكند، هاي طبعا ثانيتين زادوا 25 ثانية. ممتاز ممتاز. من عنده مشاركة ثانية بعد؟ خلنا نسمع. معك المدير الحين فرصة العمر، هذه مدير شكله طيب شكله حبوب، يعني اقتنع بالكلام، شو راح تقولون ليه وانتون معاه في المصعد؟ خلود اقدر تحاور معه بناقشة قصيرة؟ اقول انا احب اطور شغله. اوكي قوليها بالصوت خلود، يلا خلينا نسمع بالصوت. من حبي يتكلم بالصوت؟ استاذ جراك انا مو طيب يبينك اشوف ايش صورته من شكل الناس حبته. يلا 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 نبي نسمع. بشيل عنكم الهايك وكله المايك شغال عندكم. يلا خلينا نسمع بعد مشاركه واحده. احبتي هاي يعني التمرين مهم جدا، يعني راح نتعلم ان احنا كيف ممكن يكون عندنا قوه ارتجاليه في اللقاءات مثل هذه اللقاءات الصعبة، فخلنا نتعود على هاي الممارسة. ممكن أشارك؟ أكيد يلا تفضلي. لحظة بس خلنا نوقف دقيقة قبل ما تتكلمين. لحظة بس 1 2 3 جو. راح أقول لأن الشركة سمعتها طيبة بسببك، وأتمنى أن أنا أكون فرد من هذه الشركة، وأتمنى أنك توظفني.
اوكي بعد لو انتهيتين؟ لا بس خلاص. اوكي 18 ثانية ممتاز. انك تكونين فرد في هاي الشركة جميل، مشاركة يعني تمام. زين بسألكم سؤال، ليش ما حد فيكم مثلا قال عن مهارات الأغواء عنده؟ شنو ممكن أضيف له قيمة؟ يعني خلينا نحط في بالنا إنه هو مسؤول، فشنو هو بأهم شيء عنده يعني في الشركة؟ طبعا أمرين بيكونوا مهمين، يا إضافة أرباح أو تقليل خسائر. أوكي؟ adding values لازم يكون بالضبط هدى مبارك بقوله بيزيد أرباح الشركة. شاركي بالصوت خلينا نسمع هدى، شاركي بالصوت خلينا نسويها بشكل تمثيلي. والأمر الآخر هو إيش؟ هو تقليل يعني خسائر الشركة. فالأمرين هذول هم بيلفتون نظرة. لما أنا بتكلم معاه فقط عن نفسي إنه أنا والله وايد زين وأنا خريج الجامعة، لا ما يهتم. يعني هو عنده أكيد ألف واحد جو كلموه بنفس الطريقة ويبي شيء يعني في مصلحة في العمل. ترى أنا عندي فكرة إبداعية ممكن تزيد أرباحك، أنا عندي فكرة والله ممتازة. كل ما عطيناه هاي الأفكار، كل ما إيش، كل ما انتبه إلينا وعطانا فرصة أكبر إن إحنا نحصل هذه الوظيفة. في أحد عنده مشاركة بعد ثالثة ولا نمضي قدما؟ بلا يلا تفضلي آخر واحدة، بس خلني أوقت خلني أوقت خلني أوقت. يلا set 1 2 3 go. مرحبا أحمد، معك حوراء. I can close a deal in I can close 30 deals a day. I can see the statistics of your company that you usually close a deal in 10 deals in a day, and I can do more, and I can understand that you have a very important project upcoming, and try to yani check and try if you yani if I can succeed in this. Okay, done. Hora? Yes. جميل، واو حوراء، ممتازة جدا حوراء، لكن في نقطة بسيطة أنت تجاوزتين ال 33 ثانية. بس الفكرة قلتينها ممتازة أنه يمكن close 30 deals، ممكن تنهين أنت 30 صفقة 30 اتفاقية معاه، ممتاز. هذا الشيء اللي يحب يسمعه. شنو ما راح أضيف له أنا في الشركة؟ شنو راح أعطيه أنا في الشركة؟ أوكي؟ شنو راح تكون إضافتي أنا إليه في الشركة أكثر من مجرد إحنا نتكلم عن شنو شهادتي وشنو خبرتي؟ لا ما راح يكون مهتم. بس انا شنو بعطيك فاليو، شنو بعطيك قيمه، وهي اللي اعطيتينا الحين يعني بشكل واضح وصريح، فراح يكون هو اكيد مهتم حق هاي النقطه. ممتاز جدا، مشاركاتكم كلها قيمه وابدعتون احبتي في النقاش هذا، ممتاز. انزين الحين خلينا نروح حق موضوع ثاني اللي هو الذكاء العاطفي. طبعا اكيد الاغلبيه سمعوا عن هذا المصطلح. هو طبعا يتكون من 5 عناصر مهمه: الوعي بالذات، سيلف اويرنس، تحكم بالذات اللي هو طبعا سيلف كنترول انا اسميه، تحفيز الذاتي اللي هو موتيفيشن، امبثي اللي هو التعاطف، مهارة اجتماعية اللي هو سوشيال سكيلز. الوعي بالذات طبعا هذا مهم 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 في سوق العمل، انا كيف ان انا اقدر اعرف مشاعري، والله انا اليوم متضايق، انا اليوم والله جوعان، اليوم مالي خلق، اليوم انا سعيد، اليوم انا مستانس. لازم اعرف طبيعة مشاعري، مو معقول ان انا اعيش ما ادري ايش فيني اليوم، لا لا خطا، لازم افهم، عندي يعني يكون عندي وعي ذات كبير، افهم انا الحين شنو مشاعري، شنو قاعد افكر. تحكم بالذات، طبعا اي وظيفه لازم تحتاج تحكم بالذات. يعني انا يمكن يعني يتواصل معي عميل يمكن ما يكون يعني لطيف، فلازم اتحكم بذاتي، او يمكن اتعامل مع مدير ما يكون لطيف ايضا، لازم اتحكم بذاتي. يمكن انا يكون عندي يوم سيء في المنزل، متهاوش مع زوجتي مثلا، ما اصير اروح الشغل واقلب عليها من المكان، لا لا ما اصير لازم افصل بين الامرين. لازم يكون في تحفيز ذاتي، لازم ان انا كل يوم في داخلي نار موتيفيشن حركني، يلا 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 خليني انجز اكثر، خليني ابدع اكثر، خليني احقق امور اكثر. هاي احنا نسميه الموتيفيشن، تمام؟ الموتيفيشن مهم. الحين الموتيفيشن اساسا يدرس، يعتبر هو يساوي التعليم اللي هو التحفيز. التعاطف امبثي، لما انا مثلا موظف وجيني زبون يتكلم معاي ان انا مشكلتي هيك هيك والخدمه مو زينه، مو مثلا ما يعرف اهتمام او ان ما اهتم، لا لازم نعطيه تعاطف، اتفهم مشاعره، ان انا فاهم ان انت زعلان، فاهم ان انت معصب، اوكي احسسه هذا الاحساس اللي هو التعاطف. واخيرا المهاره الاجتماعيه،
معي واجر البزنس من ريليشن شيب. ما يصير انا يكون عندي بزنس اذا ما كان عندي اداره علاقات ومهارات اجتماعيه قويه جدا. حطوا هالموضوع في بالكم. EQ vs IQ. يلا سؤال مهم، من ينتصر حاليا؟ اي هو ما اهم، الذكاء الاجتماعي ولا الذكاء العادي؟ خلينا نسمع اجابتكم، اي واحد اهم فيهم؟ الذكاء الاجتماعي ولا الذكاء العادي؟ يلا خلينا نسمع الاجابه، ممكن بالمايك وممكن بالكتابه. الاجتماعي، الاجتماعي مها هدى حوراء، اوكي كوثر، الاغلبيه تقول الذكاء الاجتماعي. زين الذكاء العادي مو مهم؟ عديله، عباس العرالي، ذكاء العاطفي او الاجتماعي، اوكي احنا نسميه العاطفي او الاجتماعي سيم ثينج يعني ما بيختلف، او الذكاء الوجداني بعد يسمونه ايموشنال انتليجنس. زينب الذكاء الاجتماعي، ممتاز. الاغلبيه قاعده تقول الذكاء الاجتماعي، الاغلبيه. في دراسه جميله في كتاب اللي هو ايموشنال انتليجنس 2.0 يقول فيها أن مع كل زيادة في معدل الذكاء العاطفي مقدار نقطة واحدة يزيد العائلة السنوي مقدار 1300 دولار أمريكي. معناته أن احنا كل ما عدد ذكاء عاطفي أقوى كل ما دخلنا المادي راح يزيد. طبعا هاي الشيء أكيد صح، لما أكون أنا مثلا موظف في قطاع المبيعات أو أنا صاحب عمل وعارف شلون أتعامل مع الكستمر، شلون أتعامل مع الناس، أكيد راح يكون عليه عائد مربح جدا عليه ماديا. اثنين مهمين لكن غير ذكاء اجتماعي صعب التواصل والاستمرار. هدى ابتسام، ذكاء الاجتماعي اهم عشان يتم بالعمل، صح. طبعا هذا الموضوع انا مرت عليه قصص كثيره، خليني اقول لكم قصه بشكل سريع. اشتغلت في اماكن مثل معينه لما كنت صغير، كان معي ناس جينيوس، يعني يجيش واحد ممتاز جدا فنان وذكي ومبرمج و و و و و، لكن ما عنده ذكاء عاطفي، لذلك ما كان يقدر يستمر معنا في الشغل. يعني تشوفونه مثلا يوميا مشكله مع المدير، مع الزملاء، مع كاستمر، مزاجه ما يكون جيد اغلب الاوقات، هو اساسا كله مضايق من روحه، بالرغم انه يعني خلينا نقول كمهارات يمكن يكون احسن واحد فينا، بس بما انه ما عنده ذكاء عاطفي عالي ما قدر يواصل في الوظيفه وراح مكان اخر وهم طلع منه. فجدا مهم ان يكون عندنا احنا ذكاء عاطفي. احنا ممكن نستخدم الذكاء العاطفي احبتي في اتخاذ القرار، هذا شيء مهم. خلنا نحط الحين في بالنا قرار معين، قرار معين مؤرق لنا، يمكن يكون تعب لنا. خلنا ناخذ القرار هذا ونسال انفسنا شو راح احس بعد 10 دقائق من اتخاذ القرار؟ شنو راح احس بعد 10 ايام من اتخاذ القرار؟ شنو راح اشعر بعد 10 شهور من اتخاذ القرار؟ فهذا التمرين يهدف ان احنا نعرف مشاعرنا على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى الطويل. انزين يلا شنو بيكون شعوركم بعد 10 منت من اتخاذ القرار؟ خلينا نسمع قرار معين مرقمتم اتخذتونه 10 دقائق مرت، ايش راح يكون شعوركم من اتخاذ القرار هذا؟ يلا من يحب يجاوب اول واحد؟ اشطر واحد. انزعاج ثم ألم ثم راحة، أوكي تاني الضمير، الرضا والراحة النفسية، ابتسامة، أوكي القلق، الرضا والانشراح. إنزين خلنا ننطلق مباشرة حق 10 شهور من اتخاذ القرار. 10 شهور مرت، أخذت القرار أنا هذا اليوم، شنو بكون شعوري وقتها؟ 10 شهور كأنك تحامل شيء ثم تخلصت منه، مرتاح حوراء. اطمئنان وانزعاج، جميل. اطمئنان او الانزعاج، ابتسامه تقول يعني يا بكون مطمئنه يا راح منزعجه. عباس يقول ما راح افكر فيه. انزين شنو الهدف من التمرين هذا؟ الهدف ان احنا نفهم مشاعرنا على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى الطويل. كيف استخدم الذكاء الاجتماعي؟ افهم مشاعري تمام
واربطها باتخاذ قراراتي المصيريه. موضوع مهم جدا، حاولوا تطبقون هذا النموذج او هذا التمرين في قرار مصيري عندكم في حياتكم، راح تشوفون الفرق الشاسع بين الامرين. زين، وصلنا الحين حق نهايه المحاضره او نهايه محور محاور المحاضره اللي هو التايم مانجمنت، اداره الوقت. طبعا هذا اكيد موضوع مهم الحين، وكل رواد الاعمال او كل اصحاب الشركات اكيد يبحثوا عن ناس عندهم تايم مانجمنت، اداره وقت كبيره جدا جدا جدا. انزين، من فيكم سمع عن هذه المصفوفه اللي هو مهم طارئ غير طارئ مهم اللي هو طبعا important urgent not urgent not important لا مهم ولا طار، ما سمع عن هذه المصفوفة من قبل أو شافها من قبل؟ خلي يشرح لنا، خلنا نسمع رأيه. يلا، من قال حوراء كأنه. أوكي، زين، من فيكم عنده فكرة عن هاي الطريقة أو هاي هاي نسميها مصفوفة الوقت، مصفوفة الوقت؟ ابتسام ما سمعت. أوكي، يلا خلني أشرح لكم الطريقة شلون بتكون. أحبتي، احنا في حياتنا طبعا عندنا احنا كثير امور، في امور تكون عاجله وتكون مهمه، في امور تكون مهمه جدا لكن غير عاجله، في امور لا هي عاجله ولا هي مهمه. اوكي، في امور قد تكون عاجله لكن غير مهمه. خليني اطرح مثال على كل واحد. طبعا يعني سجلوا الملاحظات احسن اساس ما تنسون. احنا لما نقول عن شخص انه مثلا عنده أمر طارئ ومهم urgent and important، شنو معناته؟ حتى مثلا أنا الحين معكم على المحاضرة يجيني اتصال فلان في المستشفى، ها عاجل ومهم لازم أروح. أوكي، عندي دورة بعد خمس دقائق، عاجل ومهم لازم أسويها. بكرة امتحان الساعة 9، لازم أدرس الامتحان وأروح. أوكي، عاجل ومهم، شيء لا يمكن تأجيل أبدا أبدا أبدا. إنزين، important and not urgent، مهم لكن غير عاجل، يعني إيش؟ يعني مثل أهدافنا السنوية، أهدافنا السنوية مهمة صح؟ يعني أنا مثلا أبي ألف كتاب، أبي أسافر، أبي أفتح بزنس، مهم لكن غير عاجل، يعني ممكن يتأجل إلى يوم أو يومين، مو مثل الأرجنت والأمبورتنت اللي هو لازم أسويه الحين مستشفى أو غيره، لا ممكن يأجل يوم أو يومين ما في مشكلة، لكن هو مهم. واضح؟ اللي هو not urgent و important. في بعد واحد أو مربع الثالث اللي هو urgent not important، اللي هو طارئ لكن غير مهم. يعني ايش؟ يعني انا قاعد احنا اشتغل معاكم، يجي اتصالات تك 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 اربع مرات خمس مرات خمس سبع يعني 20 مره اتصالات عاجل، تلاحظون الموضوع عاجل لكن ارد عليه اللي يقول والله احنا متصلين معاك شركه الاتصالات الفلانيه انا بنعطيك اوفر. عرفت شلون؟ فخلاني في عجله لكن هو اساسا شيء مو مهم. او مثلا حتى السوشيال ميديا يمكن تكون ساعات، اوه فلان حط لي لايك شير كومنت ما اعرف شنو، تحسون بعجله وموضوع نار لكن هو مو مهم في النهايه. زين، not important and not urgent، يعني لا مهم ولا طارئ. مثل ايش؟ مثل لما انا اصفح مثلا مجله، شيء مو مهم ولا طارئ، ان انا مثلا قاعد والعب مثلا مع عندي قطه في البيت. زين، مثلا قاعد العب لعبه في التلفون، لا هو طارئ ولا هو شنو مهم. زين، من هالأربعة مربعات الموجودة الإنسان لازم يركز على أي مربع فيهم يكون حياته منصبة نسبة 80% أو 90% على أي مربع فيهم؟ خلنا نسمع إجابتكم. يلا خلنا نسمع. مهم وعاجل؟ لا. إنزين، السؤال يقول خلال المربعات الأربعة أي مربع تحسون يعني لازم نركز عليه أكثر يكون هو محور حياتنا؟ مهم وغير عاجل. أوكي، ندى تقول طارئ العاجل. يلا بين إحنا اثنين، المربع الثاني اللي هو أوكي مهم وعاجل. إنزين، خليني أسألكم سؤال، مهم وعاجل هل هذا الشيء أنا أقدر أتحكم فيه ولا هذا الشيء راح تعطيني إياه الحياة غصبا عني؟ كوثر تقول لا، الحياة تعطينا إياه. نعم، زين، ما دام الحياة بتعطيني إياه غصبا عني راح يطلع لي في أي وقت، صح؟ بعيد الشر يطلع لنا في أي وقت هذا الموضوع، يعني الحياة تدينا على دماغنا ساعات في أي وقت، اللي هو طارئ ومهم.
لكن اللي هو not urgent and important غير عاجل لكن مهم، هل هذا في أقدر أتحكم فيه ولا لا؟ لا، هو قلنا إحنا أهدافنا الحياتية. ممتاز. فما تعتقدون أن هذا لازم أكثر مربع أركز فيه؟ اللي هو مهم ولكن غير طارئ. من يتفق وياي؟ صح. important and not urgent. لازم هذا أكثر إحنا مربع نركز فيه، لأن إحنا هذا مربع الحياة. تمام؟ لا نسميه إحنا decide. طبعاً urgent ضفنا عليه do، افعل الآن. not urgent important decide، إنه يعني أنت ممكن ترتب أمورك. not important و urgent delegate، حاول تأجل اتصالات، أجل مو مهم. not urgent not important delete، امسح من حياتك. أوكي؟ فلازم حياتنا تكون كلها مركزة كوقتنا على المربع اليمين. not urgent غير عاجل ولكن مهم. واضح؟ أهدافنا الحياتية، أهدافنا اليومية. طبعا كل واحد فينا أكيد دخلنا 2021 سوى لي لستة أهداف، هاي الأهداف كلها تكون في هذا المربع. فأساس أن وقتي يكون ملكي، وقتي يكون فعلا مستغل بشكل صحيح، لازم نركز وقتي أنا كل يوم على إيش؟ على المهم ولكن غير عاجل. جاباتكم كلها ممتازة وبدعتون. عدي العباس نعم، ها نتفق. زينب صح. آدم أنيسة نقدر نشكله. إنزين الحين وصلنا حق الكتب اللي أنصح بقراءتها عزايف، يعني وراح أضيف لكم الكثير طبعا خلال هاي المحاضرة. طبعا في ثلاث كتب أعتقد هي كتب رئيسية، اللي هو أول شيء السماح بالرحيل، طبعا كاتبها الدكتور ديفيد هاوكنز، كتاب ممتاز يعلمنا كيف نتحكم بمشاعرنا، كيف نسمح للمشاعر السلبية بالرحيل بسلام عنا. في كتاب أيضا قوة الآن اللي هو إكهارت تول، أيضا كتاب جميل جدا، نتعلم عن قوة الآن، كيف نحن نغلب مشاكلنا تكون يا بالتفكير في الماضي أو المستقبل بس ننسى لحظة الآن. في كتاب أيضا العادات السبع للناس أكثر فعالية، ستيفن كوفي، بعد كتاب رائع جدا جدا جدا، وألف كتاب آخر اسمه العادة الثامنة، طبعا موجود أعتقد في مكتبة الموجودة في Avenues، كتاب أيضا جميل. وفي عادات يعني فعالة، شحذ المنشار وغيره وغيره، حيث تعلمنا كيف نكون عندنا عادات فعالة توصلنا إلى تحقيق أهدافنا. من عند سؤال عن المحاضرة، أي سؤال مرينا فيه سواء بالمايك أو بالكتابة، تفضلوا خلينا نرد على أسئلتكم الحين أو أي ملاحظة. خلود سماح بالرحيل وايد حلو. ابتسام تسأل نركز على مربع القرار. نعم المربع القرار ركز عليه، له مربع لا عاجل ولكن مهم. نعم حوراء تفضلي، تفضلي حوراء. نعم تفضلي حوراء. قال نعم. يلا عندك سؤال؟ لا والله. انزل يلا لا خلينا نسمع سؤاله. من عنده سؤال عن الموضوع؟ طبعا قبل الاسئله، هاي طبعا حسابي على انستغرام، هاي ايميلي، هاي رقم موبايلي، اي احد عنده سؤال الحين او بعدين اهلا وسهلا فيكم في اي وقت. زين خلنا نتو في الشات. يعني حوراء بس مو صاحبة الصوت. أوكي إنزين. مها جعفر soft skills، شلون أقيس مستوى مهاراتي؟ هذا نعم سهل، ممكن تستعينين بكوتش معين، تستعينين بشخص مدرب معين يقدر يعرف، يعني يعمل لك اختبار يتواصل معك، مثل ما إحنا الحين قبل شوي عملنا اختبار بسيط له هو 30 ثانية، ممكن نطبق هذا الاختبار معاكم ونعرف لأي درجة أنتوا عندكم مهارات هذه موجودة بشكل جميل. بشكل جيد. كتاب العادات السبع جدا جميل زينب يعقوب، صح ممتاز الكتاب. يلا من عنده بعد سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على المحاضرة القيمة. الله يحييك. بغيت أسأل عن المهارات الناعمة، كيف نتعلمها؟ نعم. كيف ممكن نتعلم المهارات الناعمة؟ سؤال رائع.
نتعلمها من خلال امرين يعني او امرين او في طبعا اكثر من طريقه لكن انا بتكلم عن امرين مختلفين. الامر الاول نكتسبها من خلال خبرتنا العمليه، يعني حين انا كل ما اشتغلت اكثر كل ما احاول ان انا ارسخ هاي المهارات في عملي بحيث تتطور، كيف ممكن اتعامل مع الفريق، كيف ادير وقتي، كيف يكون عندي روح قياديه، كيف ان انا يكون عندي تفكير نقدي او تفكير ابداعي. فاحاول اطبق هاي المهارات في مكان عملي او في مشروعي على اساس تتطور وتنتقل بشكل اكبر. الامر الاخر ان انا اشارك في دورات معينه متخصصه في هاي المهارات. طبعا في كثير الحين دورات متعلقه بالتحفيز، اداره الوقت، التفكير الابداعي، التفكير النقدي، مهارات التواصل، موجوده دورات كثيره احنا ما حددنا عندنا بعد هالنوعيه من الدورات. تحاول تفيدنا وتضيف لنا يعني المعلومات الاكبر متعلقه بهاي المهارات، تمام؟ وايضا في يعني مساله اللي هو التعليم الذاتي، يمكن اتعلمه بنفسي، يمكن الحين انا احضر محاضرات على اليوتيوب، يمكن اقرا اكثر عن هذه المهارات. فهاي مجموعه العناصر ومجموعه الطرق الثلاثه لو جمعناهم مع بعض راح اكيد يعطينا المهارات الاساسيه بشكل افضل، وبتكون عندي اقوى من اي شخص اخر. سهيلة اهلا وسهلا سهيلة، حياك اي وقت. سؤال جميل عزيزي، من عنده سؤال ثاني بعد؟ الله يخليك. يلا من عنده بعد سؤال ثاني؟ طبعا هاي انستغرام تبعي، هاي ايميلي، رقم الموبايل، فالشرف فيكم اي وقت، بالعكس يعني اهلنا وناسنا مثل ما يقولون. طبعا نشكر مركز ميت حمد الاجتماعي على تنظيم يعني هذه المحاضره، ما قصروا وطبعا يعني جهود جباره. شكرا استاذ احمد، بعد كانت محاضرتك وايد غيمه وشيقه صراحه، انا من ساعه بس اسمع. أو أنت موجودة معنا تسمعين ها؟ إي إي بس أسمع. الله يخليك إن شاء الله. الله يسلمك. ما أعرف في أي أحد عنده سؤال من أحبتنا حياه، ويعني أستاذة عايشة الدوسري طبعاً غنية عن التعريف، من القامات الوطنية الرائدة في المجال العمل الاجتماعي في مركز ميت حمد، وطبعاً أنا سعيد بالعمل معاها، وإن شاء الله أكيد بيننا بتكون لقاءات أخرى بيني وبين أستاذة عايشة. إن شاء الله إن شاء الله. الله يخليك. فبكرر النداء المره الاخيره، خلاص ما حد عنده سؤال، امور كلها واضحه. ابتسام شكرا، ابتسام مها جعفر شكرا، مها زينب شكرا، ما قصرتون يعني بالعكس هاي شرف لي ان انا اكون معاكم اليوم، واكيد يعني بنتواصل بشكل يعني دورات ثانيه، واتشرف فيكم دائما. الشرف لنا، شكرا. الله يخليك، شكرا استاذه عائشه، وبيننا ان شاء الله لقاء اخر، شكرا جزيلا. ان شاء الله، ان شاء الله، شكرا، الله يعطيك العافيه.